سندوتشات الكريب السوري، كريب بشاورما الفراخ. الله 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 الله، تستهلي بقوكم بالهنا والشفا. اتفضلوا بقى معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى شاورما الفراخ. انا عندي نص كيلو صدور فراخ، قطعتها قطع رفيعه، قطعتها قطع رفيعه، وعندي معلقه صغيره ثوم مفروم، عندي معلقتين كبار زبادي، معلقه صغيره ملح، عندي عصير ليمون، فلفل الوان، توابل، سبع بهارات، ربع كوبايه زيت، معلقه خل، عندي بقى قرفه، كركم، كاري، كزبره مطحونه، بودره ثوم، بودره بصل، شويه نعناع، شويه جنزبيل، شويه كمون، وعندي السبع بهارات، السبع بهارات اللي هي انا جبتها وطحنتها عندي في البيت. عندي كبابه صيني، حمصيها وجيبيها، وتجيب البهارات من العطار وتحمصيها، كبابه صيني، فلفل اسمر، كمون، جوزة الطيب، رومفل، رومفل وحبهان، سبع بهارات جميلة هات، وشوية توم بودر بس، وتعملهم بقى وتحبهم في بطرمان كده، وتسيبهم بقى تستعملوا الرشة في جميع التوابل بقى، بيخلوا التتبيلة رائعة أحسن من المحلات. هتشوفي بقى والكريب هنعمل الشاورما بقى، دي تتبيله اي تتبيله، بتحطها في اي تتبيله، السبع بهارات دي تخلي التتبيله جميله. هنجيب بقى بوله وهنقلب كل الحاجات ديت مع بعضها. هننزل بالفراخ الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالفراخ المتقطعه قطع اهي، بسم الله كده. ننزل بالمعلقتين الزبادي، زبادي او لبن رايب عندك، زبادي او علبة زبادي صغيرة. هاخد بقى معلقة خل، معلقة عصير ليمون، ربع كوباية زيت، اعملها طشه عشان تبقى طعمها جميل زي المحلات. هاخد معلقه بقى من السبع بهارات اللي انا طحنتها وقلت لكم عليها، هقلب لكم على المقادير بتاعتها برضه واعملها قدامكم. مطحنها في البطرمان يكون محكم الغلق كويس دوت، واقفله، حط شويه ملح، يعني ملح بقى ده حسب ما انت حسب الرغبه، يعني معلقه صغيره ملح. وانزل بقى بالتوابل بتاعتي، بودرة ثوم، بودرة بصل، كمون، شوية نعناع، شوية زعتر، شوية كاري، وشوية كركم. كاري وكركم بقى في تتبيلة الفراخ جميل، أو تتبيلة اللحمة أو كفتة. هنزل بقى بمعلقة الثوم المفروم، وأقلب بقى كله مع بعضه، وهخلي الزيت بقى احطه في الطاسه، وانزل بقى اديها صدمه كده بالزيت، مش هقلبه معاك. دي تتبيله بقى هتقعد فيها ساعه بقى كده ولا حاجه، تقعد معاكي ساعه التتبيله دي، ساعه ساعتين، كل ما تسيبها في التتبيله كل ما بتبقى اقل. اقلب بقى كل التتبيله دي مع بعضها، خلي الزيت بقى احطه في الطاسه، وانزل بقى اديها صدمه. الطماطم والفلفل الالوان هحطهم في الاخر. الله على الريحه، الريحه جميله، ريحه التوابل جميله، فريش بقى وصبحه، ولسه انت اللي عاملاها جميله في البيت.
ضمنا ضفتها. هروح بقى على النار اهيت، نحط الزيت، احنا رايحين تسخن، نحط بقى ايه الزيت، ولما يسخن هنزل بقى بالفراخ بعد ما تبلتها بقى وقعدت ساعة في التتبيلة أو ساعتين. أول ما الزيت يسخن بقى هنزل بقى في الله الله ريحة جميلة، لكن الواحد واقف في مطعم شاورما، أكيد هطلع جميلة ريحة البهارات. هنزل بقى بالطماطم، وقلب كده برضه. حاجة بقى انزل بالفلفل، الفلفل هتقطع، بس تقطعيه مكعبات، تقطعيه انا هقطعه زي الشاورما. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبل بس معايا وارفع الناحية، واعمل العيش بقى، هعمل لكم العيش السوري بقى بتاع السندوتشات، احلى من السندوتشات المحلات. الريحة طبعا جميلة، ما اقولكوش الريحة جميلة. الله 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 على الريحة. هنيجي بقى العيش بتاع العيش السوري بقى، العيش الصاج او العيش السوري. معايا بقى ايه 3 كوبايات دقيق. معايا بقى 3 معالق كبار زيت. عندي ميه بقى دافيه، ميه مسخناها على النار، ومعلقه ملح، هحط الملح مع الميه، بس طبعا هخليها الاخر عشان زي ما العجينه تاخد معايا واقلبها. اقلب الميه مع الملح، ادوب الملح والميه.
صغار ملح وكوبايه كوبايه ميه. هحطهم في هقلب الدقيق في الزيت. انزل بقى بالميه كده تدريج كده، هتبقى عجينه معايا مش هتبقى لينه يعني سلسه كده، اعرف اشكلها رغيف، اقطعها كور ونفردها، وبعدين نجيب طاسه نحطها على النار ونفرد بقى عليها العيش. عايزه بقى تعملي اكتر بقى ضعف الكمية. ننزل بالماء الاخر عشان نقدر نتحكم في العجينة. عجينها بقى كويس او هي نغطيها بقى شوية ترتاح. شايفين العجينة بقى فين بقى جميلة ازاي؟ طلعت عجينة قوي 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 لما تلم من البولة خالص. بقت عجينة معايا جميلة، نغطيها بقى ونسيبها ترتاح. نعجنها بقى كويس قوي دوت عشان اهم حاجة انك تعجن العجينة كويس. لما العجينه لمت معانا اهي بقت جميله اهي، شايفين العجينه بقى جميل. اديها بقى عجين بس كده، بس انا بقى ترتاحها 10 دقايق يعني بس، وبعدين نكورها. دي بقى اقطعها بقى قطع ايه صغيره كده متوسطه الحجم كده. شايفين العجينه معايا جميله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه كويس بقطعها ايه القطع الصغيرة. نبتدي بقى نفردها بقى من النشابة. العجينة كمان ما سبتهاش ترتاح عشان عايزة اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما العجينة تقعد شوية ترتاح كل ما تتفرد معاكي اكتر تبقى جميلة.
الصلصة بقى مسخناها على النار، نسخن الفص ودينا زيت يعني خفيف يعني كده لغاية كده. فرد معاك كده بقى، واعمل كمان واحد، نعمل نفس الطريقه بقى التاني، اعملهم كلهم نفس الطريقه. بنحط الطاسه وندينا زيت، وما نحطش غير لما الطاسه تسخن، تسخن خالص، نلاقيها سخنه ننزل بالعجين. بسم الله الرحمن الرحيم. نكون محضرين فوطة عشان لما تطلع نحطها عليها عشان ما تنشفش مننا. اللهم صل على النبي. على الناحية التانية لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله. لو عايزة بقى تنشفيه شوية وتخليه عيش، تغمسي بقى أي حاجة، تغيبيه شوية على النار، هتعمليه بقى سندوتش الشاورما، تطلعيه بقى يستحسن يكون يعني طري شوية. شايفة الطريقة بتاعته؟ الله، ريحة الخبيز في البيت جميلة كده. خلاص بقى انا هطلع كده اهو اهو، جميل بسم الله ما شاء الله. تانية عشان ما تجعلش منك. اللهم صل على النبي. بيرتفق. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بقى اللون اللي في النقطة ديت، الصفرة ديت،
دي جميلة دي، نطلع بقى بسرعة عشان ما ينشفش مننا. خدوه خلاص اهوت، استوت كمان معايا اهي. الله الله الله، نجيب واحدة تانية. نعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان نعطيها المنتصة بس نحاول نفردها برضو كده عشان ما تكعكش. بسرعة بقى كده بايدك وياها كده عشان ما تنشفش منك، تاخد اللون بس دوت النقط الجميلة دي. الله ريحته جميلة. تانية اهي، هنعملهم بقى كلهم نفس الطريقة. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. العيش السوري، طريقة العيش السوري أبسط وأسهل طريقة. اللهم صل على النبي. الريحة طالعة جميلة. العيش السوري بتكاته. الله الله، ايه الجمال ده. الله، من 3 كوبايات دي ايه عملنا كام رغيف السوري او عيش صاج؟ عملنا 7 ترغيفة كبار، هم 7 ترغيفة كبار. الله الله، وتغمسي بيه مربى، تغمسي بيه اي حاجة، يتغمس بقى اي حاجة. ده رقاق رقاق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لما نلاقيها احمرت من الجنب نقلبها. لو عايزه تسويها مستويه كده، لو عايزه تسويها اكتر من كده كده مستويه وجميله. الله، مش معلش خميره ولا اي حاجه. المقادير بتاعته ميه، عليها شويه ميه، على كوبايه ميه، عليها معلقه نص معلقه صغيره ملح، و3 كوبايات دقيق، و3 معالق زيت. الله الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هو سخن سخن نار. اللهم صل حشو. هو العيش معايا بقى، عايز اوريكم بس العيش وطرنته. شايفين كوبايتين دي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين شايفين العيش وجماله؟ شايفين اهو، غطيه بقى بمشمعه وغطيه كويس عشان ما ينشفش مني. نبتدي بقى نعمل حشوة بقى. جبنا معلقة هرس الشطة اهيت اللي انا عاملاها معاكم، شطة حارة، ومعلقة هرس الفلفل الابيض. نزل كده، نزل بقى شوية مايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستردة. هيكم قصدي الشاورما. شايفين بقى الشاورما معايا؟ شايفين بقى الفلفل؟ سبتها بقى لما الفلفل استوى معايا وشربت التتبيله بتاعتها بقى واستوت وبقت جميله. الله الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هنلف بقى كده حشوه في النص اهي، نطبق من هنا ومن هنا اللي بقى نبرم كده. الله 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 الله، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. لو عجبتكم بقى وصفاتي ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وتعملي اشتراك للقناه. شوف الوصفه بتاعتي كده لو عجبتك. الله الله، نعمل تاني بقى زي ما كنا بنعمل، نتهنى كده الاول اهي. شايفين الرغيف العيش معايا؟ شايفين العيش الصاج معايا عامل ازاي؟ جميل. الهنا والشفا. اديله بقى حشوة. الفلفل الالوان بقى. الله الله. نطبق من هنا اهو. تمام. كده نلف السندوتش كده اهو. اقرب لكم بقى. بس على النار ونحطه بقى ياخد ايه؟ تشميعة كده. الحته المفتوحه بسم الله الرحمن الرحيم. لون بسيط بس كده، قرمشة بس كده. بس ايه رأيكم بقى في السندوتش الجميل ده بقى؟ السندوتش الشاورما الجميل ده مش حاجة بقى بيتي، نظيفة وجميلة وأوفر وأجمل وأنضف. جربوه بقى، لازم تجربوا السندوتش ده، خطير خطير، لازم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. بس بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حطي غير. الله الله، حطي بقى على الجوانب. مشي بقى فوق وكده، مش عاوز اي حاجه، خليك نطلع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هفتح محل بقى بعد كده. جميل. بس كده خلاص. افضلوا بقى مقطع بقى
ساندويتش. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل الباب. حط الباب بالكامل شيف.